أكد وزير الإسكان عاصم الجزائر أن الدولة المصرية تشهد نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات منذ تولي الرئيس السيسي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية. واستعرض الوزير التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وإنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق غير الآمنة وغيرها من المشروعات التي تحسن أحوال المواطنين وتحقق أيضا لهم جودة الحياة. أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 383 شابا من أصحاب المؤهلة العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذي بلغ عددهم 2346 شابا. وأوضح الوزير أن المديرية بالأقصر قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، فضلا عن صرف منحة عيد العمال لـ 2798 عاملا بإجمالي 1,399,000 جنيه. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت البورصة آخر جلسة التداولات بالأسبوع الجاري على تباين المؤشرات وسط عملية بيع على الأسهم الكبرى والقيادية. قابلها نشاط انتقائي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبعض أسهم المضاربات، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 642 مليار و900 مليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2,900,000,000 مليون جنيه. ونتحول الآن مشاهدينا لاستعراض المؤشرات الخاصة بالبورصة المصرية. نبدأها معكم بالتحديد من مؤشر EGX30، والذي هبط اليوم بنسبة 64%، وأغلق اليوم عند مستوى 9977 نقطة تقريبا. ننتقل بعدها إلى EGX70 متساوي الأوزان، والذي تراجع أيضا وأغلق الجلسة اليوم أو ارتفع بنسبة 4%، وأغلق اليوم عند نسبة 2384 نقطة. أيضا امتدت التراجعات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، وهبط بنسبة 0.3%، وأغلق اليوم الجلسة عند 3333 نقطة. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. وسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل إلى 15 جنيه 59 قرشا، سعر البيع 15 جنيه 69 قرشا. عن اليورو سجل سعر الشراء وصل إلى 18 جنيه 98 قرشا، سعر البيع 19 جنيه 11 قرشا. ونتجه للجنيه الاسترليني، وسجل سعر الشراء وصل إلى 22 جنيه، سعر البيع 22 جنيه 15 قرشا. نبدأ معكم مشاهدينا من العملات العربية، من الدرهم الإماراتي والذي سجل سعر الشراء وصل إلى 4 جنيهات 24 قرشا، سعر البيع 4 جنيهات و27 قرشا. واخيرا الريال السعودي سجل سعر شراء وصل الى 4 جنيهات 16 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات و19 قرشا. رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم في العامين الجاري والمقبل، مع بدء عودة اقتصاد منطقة اليورو للنشاط بعد مرور أكثر من عام على فرض قيود لكبح جائحة فيروس كورونا. وتوقع المركزي الأوروبي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% هذا العام، بينما يتوقع نمو في العام المقبل عند 4.7%. وأظهرت الأرقام الجديدة زيادة توقع البنك للتضخم لهذا العام زيادة حادة إلى 1.9% في المتوسط، فحين توقع تضخما عند 1.5% في العام المقبل.